السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية يا جماعة الخير. إحنا الآن بدأنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. بحب أحكي لك أو أحكي لك إنه إيش ما ضيعته في العشرين يوم اللي مضوا تقدروا تعوضوهم في العشر الأيام اللي إحنا حالياً مبلشين فيهم. ليش؟ أنا بحكي لك ليش؟ لأنه مش لأنه العشرين يوم اللي مضوا الأجر تبعهم مش كبير، بالعكس إحنا بثلاثين يوم في شهر رمضان هم أحسن وأخير ثلاثين يوم في السنة بأكملها، لكن آخر عشر أيام فيهم أكثر أجر وثواب من عند الله تعالى. كمان ليش؟ لأنه أحد هذه العشر أيام كان فيها ليلة القدر، والرسول وصانا بقيام هذه العشر الليالي بأكملها، وعلى الوجه الأخص أو خصيصا الليالي الفردية 21 23 25 27 29. لذلك احرصوا على قيام هذه الليالي، صوموا على أكمل وجه، الصدقات، الكلام الطيب، الذكر الكثير، تقيموا الليالي هاي بأكملها، الصلوات على الوقت المستحب أو على الوقت يعني الفرائض على وقتها الأساسي، زكاة، اعملوا كل أنواع الخير واحرصوا أنكم تعوضوا في العشر الأيام هاي، ونسأل الله أن نكون ممن نالوا أجر وثواب هذه الأيام المباركة وأن نقيمها على أكمل وجه وأن لا نكون من الخاسرين ونطلع من هالأيام يا رب العالمين بمغفرة وتحقيق لكل ما نريد والأجر والثواب الكبير وأجر ليلة القدر على الوجه الأخص يا رب العالمين.